رجعنا لكم من جديد 11:49 دقيقة. تحية كبيرة لكم، وصلنا معاكم لآخر فقرة تتونسوا بها معنا اللي هي فنانة اليوم. فنانة اليوم كما العادة الاختيار الرائع يبقى ليك. نورهان بكار، أهلا وسهلا. مرحبا. شنو حوالك؟ الحمد لله. من مرشي جيتنا ديقا ديقا؟ اي لاباس. نبر الكل الحمد لله. الحمد لله. الأسعار نقول الحمد لله، في كل الحالات ديما نقولوا الحمد لله. باهي فنانتنا اليوم أماني سويسي. أماني السويسي، يلا نسمعوك تتسويتا. أماني سويسي صاحبت الصوت الطربي من مواليد 11 أفريل 1983، تعرفت من خلال برنامج ستار أكاديمي في موسمه الثاني وتأهلت للنهائيات. أصدرت ألبوم هالول مع شركة روتانا بعنوان وين في 2007، وتعاملت فيه مع كبار الفنانين والملحنين في إنتاجه. يضم الألبوم 10 أغاني صورت منه أغنيتي اللي شايف نفسه ووين على طريقة الفيديو كليب. بعدها انفصلت على شركة روتانا للتفرغ للإنتاج على حسابها الخاص، فأصدرت كليب منوع للأغاني الفردية وهما من ورايا وسيبها عليا، لتنضم بعدها لشركة إنتاج مصرية جيتارا، وين أنجت ألبومها الثاني بعنوان أنا مش ملاك في 2010. يضم الألبوم 14 أغنية صورت منهم هاي جهزاتي وارجع لهم. كذلك غنيت اللون الوطني إثر الثورة بعنوان ليل الظلم إهداء للشعب التونسي واللي خذت رواج كبير. بعد بفترة قصيرة عملت ديو مع الفنان محمد جبالي بعنوان مع تونسنا، أماني سويسي أو عروس المهرجانات كما يسميها البعض. شاركت في عدة مهرجانات منهم كارتاج، سوسة، منستير، الجم وبنزرت. من أغانيها مش باقي عليا، من ورايا، اللي شايف نفسه وين. يعطيك الصحة على هذا الاختيار الرائع الأماني السويسي. احنا كنا باش نسمعوا وين، ولكن احنا تفكرنا غنية اللي شايف نفسه. حمزة قري موجودة. شكرا لي، كانت هذه فنانة اليوم. مشكور جدا كيفة الفريق. قبل ما نختم قدم ديديكاس سبيسيال برشا المدام بسمة، نقول لها بسمة ما تتغشش علينا، هاكا ديديكاسك جيت وحدها وزاد عام كامل سلموا علي برشا، ولكن ديديكاس اليوم خليها نسي صافي عام كامل وتتغشش. يلا هذه أماني سويسي، نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله. وقبل إش نرجع لكم شوي آخر، ولا خليني نفكركم بالمعرض المهني المختص اللي باش نقدم لكم المعرض هذا تيلة كامل الأسبوع، على خاطر حاجة مهمة برشا الحقيقة. هذا المعرض المختص للإنتاج الحيواني وتربية الماشية والدواجن، معرض باش ينتظم في دورته 19، تلقاوه من نهار 2 ماي حتى 5 ماي 2023، باش تلقاو أكثر من 120 عارض من تونس ومن خارجها، زادة من فرنسا، إيطاليا، تركيا، عنا زادة وفود من ليبيا والجزائر وإفريقيا جنوب الصحراء، تلقاوه في إكسبو سنتر المدينة. لأكثر تفاصيل نجمو تكلموهم على 99-102-175 وإلا 50-395-463. البروغرام هي اللي استنى فيكم من بينهم حوارات وبرشا جديد، برنامج ممتاز يخليكم تطلعوا على آخر المستجدات والتقنيات في تربية الماشية والدواجن. وكل عادة باميد إنا فرصتكم لتدعيم الشركات الناشئة. يعطيكم الصحة الناس الكل، باي باي.